السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طلابنا الأعزاء، هذا هو الدرس 17 من دروس التربية الإسلامية لطلاب الصف العاشر، وعنوانه مكانة المرأة في الإسلام، والأهداف التي نسعى لتحقيقها: بيان مكانة المرأة في الإسلام، التعرف إلى قيمة المرأة ودورها في تقدم المجتمعات وتطورها، الاستدلال على وجوب مشاركة المرأة الرجل في بناء المجتمع، ذكر نماذج لنساء مسلمات خلدهن التاريخ. نبدأ مستعينين بالله مع أول عنصر من عناصر هذا الدرس، وعنوانه نظرة الإسلام للمرأة. كيف نظر الإسلام وكيف تعامل الإسلام مع المرأة؟ نظرة الإسلام للمرأة ليست مجرد رفع من قدرها أو منحها حقوقها فحسب، بل تعدى الإنسان الإسلام أعظم من ذلك، بل هي إعادة المرأة إلى مكانتها الصحيحة في الحياة التي فقدتها أو قد تفقدها في ممارسات المجتمعات الإنسانية التي ابتعدت عن أساس الفطرة والتعاليم الربانية. فالخطاب القرآني يساوي بين الرجل والمرأة في التكريم، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويساوي بينهما في التكليف بالإيمان بالله والعمل الصالح وعمارة الأرض وبناء الحضارة الإنسانية، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بل ويساوي بينهما في حق الحياة وحرمة المس بها، قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويساوي بينهما في كل التكاليف التي جاء بها الإسلام كتشريع إلا ما خففه عن المرأة بحكم طبيعتها، ويساوي بينهما في القدرة على القيام بأعباء بناء المجتمعات والحضارات. فالمرأة في نظر الإسلام ليست مخلوقا ثانويا، بل هي اللبنة الأولى لبناء الأسر والمجتمعات والحضارات. إذا بعد قراءة هذه الفقرة، طلابنا الأعزاء، نجد أن الإسلام قد أكرم المرأة وأعطاها قدرها وحقها وفوق حقها الذي قد يعني تعاملت معها المجتمعات الأخرى بدونية، بل أعطاها الإسلام الرفعة والمكانة، وساوى بينها وبين الرجل في التكاليف، في التكريم وفي التكاليف الشرعية وفي بناء المجتمع وفي حق حفظها. ثانيا، مكانة المرأة في الإسلام. كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم النموذج المثالي لإعطاء المرأة قيمتها وقدرها، فكانت النساء في عهده أمثلة حية على المكانة المرموقة لهن في الإسلام ودورهن، انطلاقا لفهمهن للخطاب القرآني الذي ساوى بينهن وبين الرجال في التكريم والتكليف. فكنا يعني النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، وسبق بعضهن رجال في الإسلام، وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها فضلها عليه وعلى الإسلام، فقال عليه السلام: والله لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس. وهذا دليل على تعظيم أعظم الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم قدر النساء ولا يمتهنهن، بل كان يقدرهن، وعلى رأس هؤلاء النساء أمهات المؤمنين وخديجة رضي الله عنها.
ثانيا من أوائل من استشهد في سبيل الله، وهذه سمية أم عمار زوجة ياسر رضي الله عنهم أجمعين، أول شهيدة في الإسلام. ثالثا شاركنا الرجال في كل المواقف لا يسبقهن أحد إلى البذل والعطاء، ولا يتفوق عليهن أحد في الإقبال على التعلم والتعليم والتفقه في الدين، ولا يمنعهن عن ذلك مانع. قالت عائشة رضي الله عنها في حق نساء الأنصار: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إذن المرأة في الإسلام كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العهد الذهبي وهو صورة ناصعة للإسلام، أولا كانت من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسبقت بعض الرجال، وعلى رأسهم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، من أول من استشهد في سبيل الله وهي سمية أم عمار. كذلك كانت المرأة تشارك الرجل في ماذا؟ في التفقه في الدين وفي العلم وفي التعليم، حتى مدحت نساء الأنصار بذلك رضي الله عنهن أجمعين. مشاركة المرأة في بناء المجتمع. مشاركة المرأة في بناء المجتمع على قدم المساواة مع الرجل حق تناضل اليوم في سبيل انتزاعه، لكنه في نظر الإسلام أمر ضروري يقع على عاتقها وعلى عاتق المجتمع لتمكينها من القيام به عبر المشاركة في الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفقا للأدلة الآتية ووفقا للضوابط الشرعية التي حددها الإسلام لمشاركة المرأة في المجتمع. فالإسلام ليس فيه أمرا مطلقا، كل شيء فيه محدد بحدود شرعية فيها المصلحة للمجتمع، حتى لا يقول بعض الناس أن الإسلام يفتح الباب للمرأة أن تشارك في المجتمع كيفما شاءت وربما تفسد وهي لا تدري، أو حتى لا يقال أن الإسلام قد يعني حجم المرأة وقد سجنها وضيق عليها فلا يسمح لها بالمشاركة في المجتمع. لا، الإسلام سمح للمرأة بالمشاركة فيما ينفعها وينفع المجتمع ويكون من طبيعتها. وهناك أدلة، قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترك فيه الرجال والنساء على حد سواء، ويشمل المشاركة في ميادين الحياة كافة. أيضا قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، والخطاب هنا عام يشمل الرجال والنساء دون تفريق، فالشورى من أساس الحكم في الإسلام والعمل بمقتضاها، وعلى هذا جرى العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بايعته النساء كما بايعها الرجال، لكن كانت النساء تبايع بالكلام وليس بالمصافحة، أي لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد النساء، كان يبايعهن، لكن في مبدأ المبايع هي تشارك مثل الرجل في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، يعني شقائق يعني شبيهات الرجال، وفيه أن المساواة هي الأصل في الحياة العامة في القيمة الإنسانية والحقوق الاجتماعية والمسؤولية والجزاء. إذن الإسلام لم يحقر المرأة، الإسلام جعل المرأة تشارك وتكون سببا وتكون معول بناء في مجتمعها، لكن على الطريقة الإسلامية المضبوطة بالضوابط الشرعية، وليس كما يريدها أعداء الفضيلة وأعداء الإسلام أن تخرج من لباس الحياء وأن تكون معول فساد وهدم في المجتمع. نماذج لنساء مسلمات خلدهن التاريخ. الحضارة الإسلامية حضارة عالمية، فهي تسعى لتقوية كل عنصر فيها، ومن العناصر المهمة في الحضارة الإسلامية المرأة، فقد أخرجت الحضارة الإسلامية المرأة العالمة والمفتية والقاضية والمثقفة والكاتبة والشاعرة،
وكثيرات ممن سبقنا الرجال في ميادين البر والخير ونفع الإنسانية. ومن تلك النساء نذكر بعض الأمثلة. أولا الخنساء. الخنساء يعني اشتهر ذكرها كثيرا، وهي تماضر بنت عمرو السلمية. تماضر ابنة عمرو السلمية صحابية وشاعرة اشتهرت بغثاء أخويها صخر ومعاوية، قدمت أبناءها الأربعة شهداء في معركة القادسية، توفيت سنة 24 للهجرة رضي الله عنها وأرضاها، وهي مشهورة كثيرا الخنساء. الثانية لبنة القرطبية. لبنة القرطبية نسبة إلى قرطبة، مدينة قرطبة في المغرب العربي، هي نحوية وشاعرة. نحوية أي في النحو، كانت تشتهر بالنحو العربي، وشاعرة وعالمة في الرياضيات. عاشت في زمن الخليفة الأموي، الخليفة الحكم المستنصر بالله، وكان لها الفضل في إنشاء مكتبة الخليفة الحكم المستنصر بالله الشهيرة في قصر الزهراء في قرطبة، وعينت مديرة لها، وكانت مهمتها ترجمة الكتب وتدوينها، وكانت مهمتها ترجمة الكتب ترجمة الكتب وتدوينها، وكانت لا تكتفي بالتدوين بل تضيف أفكارها وحلولها المبتكرة لمسائل الرياضيات. توفيت سنة 384 للهجرة. لبنى القرطبية. الثالثة أمة الله ستيتة البغدادية. ستيتة البغدادية يا طلابنا، عالمة وفقيهة ومفتية ومحدثة وبارعة في الرياضيات، تركت لنا مجموعة من المسائل الرياضية المستعصية وحلولها المبتكرة، كان يلجأ إليها القضاة في حل المسائل المستعصية. توفيت في بغداد سنة 377 للهجرة. وهناك نماذج كثيرة، فأنت أيها الطالب أذكر لنا وابحث لنا عن نماذج لنساء خلدهن التاريخ وأكرمهن الإسلام، فظهرنا في المجتمعات وكنا في سبق بناء الحضارات. نأتي وإياكم طلابنا الأعزاء إلى ختام هذا الدرس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن توفقوا إلى فهمه وإلى معرفة ما فيه من معلومات قيمة، وما علينا إلا أن نذهب إلى التقويم الختامي في الكتاب المدرسي ونقوم بالإجابة على أسئلة التقويم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.